مدير تنفيذي للنادي الاهلي. كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان معانا لقاء هام طبعا مع اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء، طبعا اللحظات الاخيره من اليوم الاول لمدينه نصر هنا مقر النادي الاهلي مدينه نصر، قول لي حابب تقول ايه في لغط كبير اتقال ان لائحه استرشاد ستطبق غدا وان غدا الغاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لابد من توضيح لكل جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اولا لا يملك حد انه يلغي الجمعيه العموميه بكره، ده قرار النادي الاهلي وده قرار اعضائه ومحدش هيقدر يصادر على قرار اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اليوم بكره مستمر، اليوم بكره ما هو الساعه 9 الصبح ل 7 مساء، احنا اجراءاتنا كلها قانونيه باشراف قضائي، اللي عايز يشكك يشكك في القضاء. القضاء مش هيجي يقعدوا في مكان غير قانوني. اللي عايز يشكك انا اديتهم الجواب الرسمي اللي طالع مدير الشباب والرياضه اللي بيقول مقر الجزيره ومقر مدينه نصر واحد. يخش يشكك في الكلام ده. اما ان الموضوع هو متاخد النادي الاهلي، لا مش هتلغي. وبكره انا مكمل، وبكره احنا طالعين، وبكره مكملين، وبكره اعضائي جايين يصوتوا. وده حقهم ومحدش هيقدر يلغي ولا يصادر راي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. النهارده يوم رائع ومميز، ويمكن حشد كبير جدا لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. الناس حاولت يمكن تكسر من ايديهم كده الفتره اللي فاتت، لكن ده وعي الجمعيه العموميه ووعي اعضاء النادي الاهلي. انا بقول لحضرتك احنا راهنا عليهم والناس فاهمه، فيعني حكايه ان احنا هنكسر، واديك شفت حضرتك بره عشان تقدر تقف في العربيه ايه اللي حاصل. الدنيا حر جدا، في ناس صايمه ما اعرفش موضوع الصيام برضو ده، مش في ناس مش واخده بالها منهم، فيعني الموضوع انا شايف ما اعرفش هو في ايه. ايه اللي يدير الناس انها تبقى النهارده هنا وبكره بدل مقر واحد؟ ايه اللي يدير الناس انها على يومين؟ انتخابات مجلس الشعب بتقعد 3 اشهر، انتخابات رئاسه الجمهوريه اللي هو شخصين فقط قدام بعض بتقعد يومين وثلاثه، هو ايه الضرر؟ عايز حد يطلع يقول لي الضرر ويديني سند قانوني. اما الضرر، اما الجمل المطاطه واللغه اللي مش عارف ايه وهنقعد نترجم ترجمه اخرى، لا اديني نص قانوني وانا التزم بيه. وطلبنا ده مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن واضح ان الموضوع هو عندي مع النادي الاهلي، او يعني بمعنى تاني لما انا الغي النادي الاهلي محدش عارف يتكلم معايا او اطبق اللائحه بتاعتي اللي انا اسوق بيها مصر. لا انت مش هتسوق مصر. تاكيدا على كلام اللواء شيرين شمس، غدا اليوم الثاني للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ولن يستطيع احد ان يطبق اللائحه الاسترشاديه على النادي الاهلي ضد اعضاء الجمعيه العموميه. مش هيحصل. اذا كمل النصاب ان شاء الله وعدى ال 12 ونص يبقى دي اللائحه بتاعت النادي الاهلي، واللي عايز يكمل يكمل، عايز يكمل يكمل، فاحنا مستمرين بكره ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. كان لابد التوضيح لان يمكن كان في بعض الرسائل الخاصه وبعض الاخبار المغلوطه طبعا على عدم استكمال الجمعيه العموميه غدا وان الغاء النادي الاهلي غدا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، لكن اكدنا من اللواء شيرين شمس طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وايضا كمان اللائحه الاسترشاديه اللي اتقال ان هي هتطبق غدا على النادي الاهلي، ده كلام عاري تماما من الصحه. يمكن فاضل 5 دقائق على طبعا انتهاء التصويت في اليوم الاول بمقر النادي الاهلي مدينه نصر. زي ما قلنا كان يوم رائع، يوم مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وغدا ان شاء الله استكمالا للنصاب القانوني باذن الله في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مستمرين معاك يا كابتن عبد الحميد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وتغطيتنا الخاصه هنا من مقر